أيها الإخوة والأخوات، أخطر الأمراض على الإطلاق، فما مرض الإنسان بمرض أعظم من مرض الشبهات، وهو يثمر آفات خطيرة أخطرها وأقبحها الشرك بالله تعالى، وهو أشد الفساد وأعظم الظلم، وما أظلم قلب بأعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويثمر البدع الصارفة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة للقلوب، فإنها ضلالة تظلم بالقلب وتفسده. ولذا قال بعض السلف: من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. من جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، أي عمى القلب. فإن المبتدع لا يدل الإنسان إلا على الضلالة، ولا يرشده إلا على الشر، فيقود الإنسان والعياذ بالله إلى العمى، عمى القلب. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من البدع، ويحذرون من أهلها، ويحذرون من مجالسة أهلها. إن البدعة إذا وقرت في القلب تظلم بقلب صاحبها، حتى يقول ما لا يقبله العقلاء فضلاً عن أن يقبله مسلم. ألم تسمعوا لبعض أهل البدع يقولون: إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن أمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الجاهلية الأولى ما قالوا هذا الأمر، وإنما كانوا يقولون إن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولكن البدعة تظلم بعقل صاحبها، وتظلم بقلب صاحبها، حتى يعمل ما لا يستسيغه العقلاء فضلاً عن كون الشرع يرده، ويقول ما لا يستسيغه العقلاء فضلاً عن كون الشرع يرده. ومرض الشهوات أيها الإخوة، وما أدراك ما مرض الشهوات؟ قد يبدو صغيرا ويبدأ قليلا، ولكنه يتسلل إلى القلب ويظلم بالقلب شيئا فشيئا إن لم يتب صاحبه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. ولذلك يا عبد الله، إياك ثم إياك أن يغرك أن العلماء يقولون إن مرض الشبهات أعظم من مرض الشهوات، فإنهم لا يقصدون بهذا أن يقللوا من شر مرض الشهوات، ولكنهم يريدون أن يبينوا شر مرض الشبهات. فمرض الشهوات شره عظيم، وفساده في القلب كبير. وإياك يا عبد الله، إياك أن تغتر بصغر الذنب، فمن أقدم على الصغير أوشك أن يقدم على الكبير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. المعلوم أيها الإخوة أن البيضة لا تبلغ نصابا ولا تقطع اليد بسبب سرقتها، وأن الحبل لا يبلغ نصابا ولا تقطع اليد بسبب سرقته، ولكن الذي يسرق البيضة يوشك أن يسرق ما فوقها، وأن يسرق ما فوقها حتى تقطع يده. فالذنوب يسير فيها الإنسان شيئا فشيئا، فانتبه يا عبد الله، فإن الإنسان قد يستصغر الذنب فيبدأ به، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يدخل فيما هو أعلى، ثم يغفل عن التوبة حتى يرين على قلبه، والعياذ بالله. خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى.
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول القائل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.